وهنروح هنسيب ملعب كرة اليد ونروح لملعب كرة السلة. ملعب كرة السلة يعني ماتشات مهمة جدا في دوري السوبر، ما شاء الله كان عندنا ماتشات متأجلة، لكن الأهلي الحمد لله بيفوز على سموحة وطلايع الجيش وبيعتلي مرة تانية قمة الترتيب. تعالوا نشوف الأهلي عمل إيه الأسبوع ده والنتائج حصلت فيها إيه. في دوري السوبر الأهلي بيفوز 76-70 على سموحة، والمباراة التانية الأهلي بيفوز على طلائع الجيش 79-76. بكده الأهلي بيعتلي قمة الترتيب مرة تانية. ما شاء الله رجالة كرة السلة مركزين معانا جدا، ودي أهم حاجة، الروح قوية جدا عشان داخلين على مباراة مهمة جدا مع نادي سموحة. لكن لازم نخرج لتليفون مهم جدا نطمن على كابتن أشرف توفيق المدير الفني لسموحة، لكن هو في الأول والآخر كابتن أشرف توفيق كابتن النادي الأهلي والمدير الفني السابق للنادي الأهلي. كابتن أشرف مساء الخير. أهلا كابتن سالم، مساء الخير. أخبارك إيه؟ والله الحمد لله. طمنا إيه اللي حصل يوم مباراة سموحة والزمالك؟ الحق كسبتها 73-68، لكن بعد كده حضرتك خرجت للمستشفى، عايزين نطمن على حضرتك. والله الحمد لله كان حصل عندي كده انسداد في الشريان، ربنا كرمني الحمد لله وعملت عملية كده دعامة وبقيت كويس الحمد لله. الحمد لله. الضغط العصبي كان الماتش يا دكتور يا كابتن أشرف ولا ده كان تراكمات؟ أكيد تراكمات طبعا يا كابتن، أنت عارف الشغلانة بتاعتنا طبعا صعبة شوية. بس أنا والله يعني حابب أشكر مهندس فرج والنادي سموحة كله بصراحة، لأن الناس جريوا بيا وعملوا فوق الواجب. ويعني صراحة بشكرهم جدا جدا، وبشكر كل طبعا زمايلي كمان في نادي سموحة في النادي الأهلي. يعني بصراحة الأزمة وردنا دين حب الناس دول، ربنا رب يديم عليا خير نعمة وكفى بيها نعمة حب الناس وحضرتك والناس كلها. ألف شكر يعني. يا كابتن احنا بنطمن عليك والف مليون سلامة على حضرتك، لكن لنا الدكتور قال لك هتنزل الملعب تاني امتى؟ مره تانية، عشان انا عرفت من مصادري الشخصيه ان انت عايز تنزل المباراه الجايه ارض الملعب، بس الاستاذ فرج عامل قال لحضرتك لا مفيش نزول غير على مباراه الاهلي في كاس افريقيا. والله يا مهندس فرج طلب مني كده فعلا، عارف طبعا احنا ولادنا الاهلي يعني بنبقى طبعا حريصين شويه على شغلنا، وبعدين مش ممكن الناس تبقى عملت معايا كده وانا يعني انا معايا جهاز قوي وان شاء الله يعني بحملهم المسؤوليه كامله، بس انا حتى اتفرج يعني، وانا ان شاء الله يعني الفتره الجايه هركز ان انا ما اشدش نفسي خالص يعني ان شاء الله، خصوصا ان مباريات الدوري شبه تحصيل حاصل يعني، لان اهم حاجه البلاي اوف في الدوري. بالظبط. ربنا يوفقك جميعا. كابتن اشرف توفيق لازم نستغل حضرتك وحضرتك معانا، ومباراه الاهلي المقبله مع نادي سموحه بتحضر لها ازاي في المرحله اللي جايه؟ والله هو يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير و عنده جهاز قدير يعني كلهم من اولادي الحمد لله، انما احنا الحمد لله السنه دي دايما ماتشاتنا معاهم قريبه. طبعا المباريات بثلاثه اجانب غير بتبقى غير شويه. طبعا. اكيد احنا بنجهز للماتش ده من خلال الاحصائيات اللي فاتت في مبارياتنا مع الاهلي، ومن خلال تقطيع الفيديو والمونتاج وكده على يعني مناطق قوه وضعف في سيستم وافراد النادي الاهلي. وان شاء الله يعني طبعا هو النادي يعني في الاول والاخر، بس طبعا طبعا بروفيشنال، وانا نفسي احتراف نفسي حاجه نسمع حاجه، طبعا اول مره اخش افريقيا فربنا يسهل يعني، وانا شايف ان الامور ماشيه كويس وبنستعد كويس ان شاء الله ان شاء الله. كابتن اشرف توفيق الف مليون سلامه عليك، طمنتنا وكل جماهير النادي الاهلي بتطمن على حضرتك، كل امنياتي الطيبه ليك في المرحله اللي جايه بالتوفيق باذن الله، الا مباراة الاهلي طبعا ربنا يوفقك كابتن. شكرا كابتن اشرف توفيق. هنكمل لي جدول ترتيب كره السله لفريق كره السله في النادي الاهلي، نشوف جدول الترتيب بعد مباراه طلائع الجيش. الاهلي بيعتلي قمه الترتيب، لعب 10 مباريات فاز في 8 خسر مباراتين، له 788 بوينت وعليه 729 وعدد النقاط 18. الثاني الاتحاد السكندري لعب 10 مباريات فاز 7 وخسر 3 و17 نقطة. ثالث طلايع الجيش 16 نقطة. الرابع الزمالك ب 16 نقطة. الخامس الجزيرة ب 15 نقطة. والسادس سبورتنج ب 13 نقطة. نادي سموحة السابع
برصيد 13 نقطة، ونادي مصر التأمين المركز الأخير الثامن برصيد 9 نقاط. النادي الأهلي عنده مباراة مهمة الأسبوع ده بإذن الله مع نادي زمالك يوم السبت في صالة 6 أكتوبر، في صالة في 6 أكتوبر، صالة اللي هي شباب الرياضة. أتمنى إن شاء الله الفوز لفريقنا، لأن فريقنا إن شاء الله بإذن الله بيستعد للمقابلة المهمة، قلت لكم لمباراة سموحة في دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية. نطلع تقرير مع كابتن طارق خيري بعد مباراة نادي سموحة وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده. انا بفرح من الكلمه الاخيره اللي انت قلتها دي، ان الناس بدات تتكلم على فرقه الاهلي بتكسب في الكوارتر الرابع، ودي يعني زمايلنا المدربين القدام او اصدقائنا اللعيبه السابقين يعني الكبار دايما يقولوا كنا احنا مش كده زمان، يعني كان دايما تكسب كتير قوي، ودي بتحصل في الباسكت او بتحصل معانا. انا كنت كسبان قبل كده الاتحاد هنا وخسرت، بتحصل. بس معظم الجيمات اللي على مدار الموسم كتير بيبقى انت خسران في الرابع وبتعمل ديفنس، وده الطبيعي من ساعه ما مسكت الفرقه دي ان هي كانت جود ديفنس قبل الاوفنس. فالحمد لله انا ببقى مبسوط لما حد يتكلم في الجزئيه دي. الباسكت كده انت بتلقى لعبه، اللعيب نفسه انت مش ضامنه، اللعيب على مدار الجيم ممكن يبقى هو بيلعب جيم طويل، فممكن يبقى بيوفر مهما انت حنفزه بيوفر مجهوده، فبيحصل زي ما بيحصل الجيم طالع نازل. هم عندهم كان في توفيق فتره واحنا كنا وحشين، احنا فنشنا الجيم الحمد لله رب العالمين، كنا موفقين في الديفنس وفي البريك، ولعبنا وان فور هاي حاجه كده اربعه قصيرين عشان نشوط القصيرين، والحمد لله كان فيها توفيق كبير جدا، وهي اللي عملت لنا كام باك للجيم. فتعبوا يعني، هم عملوا في الاخر لو الكلام ده لو من اول الجيم كان ممكن، مع احترامنا برضه فريق سموحه فريق محترم، فرقه كويسه مع كابتن اشرف، كان ممكن يبقى الجيم مختلف وفي الحالتين. انا ما بقلق يعني، انا لو خسرت حتى يعني رياضه في الاخر، انما انا من نوع بتنشل على فترات يعني، دي ممكن تبقى اللي بره انت ممكن وانت بتتفرج ملفت، انا كنت خسران 13 بونت كان باين عليا الموضوع، لا في تنشنه مع اللعيب، في تنشنه بتفكر هتعمل ايه وبتاع، وفي الاخر دي الرياضه يعني. انا هتنشن، طب بعد ما تنشن ايه نوع التنشنه؟ هتفيدني في ايه؟ مش هتفيدني ولا مع لعيب ولا في سيستم ولا في حاجه، انت بتتكلم في لعيب في ميستيك بتاعه هو اصلا مضغوط، فانت لو تنشنت معاه زياده ممكن تضغطه زياده، ممكن يبقى عدم خليه يلعب دايما بثقه، تحاسبه في الديفنس بس، مش هتكلم على التحكيم. خلاص انا قابلينه باي وضع بدون قصد، او ما اظن معرفش انت تقول كده ليه، بس اي يعني اللي قادر باذن الله على الفوز بالدوري. احنا ده التارجت اللي من اول الموسم زينا زي الفرق كلها، الدوري متساوي لجميع الاطراف، احنا في 8 فرق قريبين. دايما الناس بتتكلم على التامين ان هو نوعا ما فرقه محترمه بمدرب محترم، النوع ما اقل كل ماتشاتها ايكوال مع الفرق، يعني ممكن في اي وقت يبقى عندها توفيق. الدوري صعب جدا، ان شاء الله احنا بنجاهد ان احنا ناخده، ادعي لنا بس ان احنا عندنا 3 مراحل ورا بعض. يعني انا النهارده انت لاعب بال 12، عندك 3 جيم، كل اللي جاي جامد. خلاص انا خلصت التامين اول ماتش، 6-5 ماتشات اللي جايين جامدين جدا، بعديهم على طول يعني انت تخلص 12 عندك سيمي فاينل وفاينل الكاس، بعدها بخمس ايام دور الثمانيه في افريقيا. سموحه ما بتلعبش في الكاس، فتبقى هي عندها الراحه اكتر. نتمنى عشان كده احنا دايما بندور ال 12 مهما يكون في عدم توفيق، يعني ممكن يبقى في ناس تسال فلان مثلا ما كانش موفى النهارده سايبه ليه؟ ما انا سايبه علشان الف الموضوع على الفرقه، لان انا برضو الكلام ده المفروض يعني الناس اللي بتفكر صح، انا الدوري السوبر ال 14 جيم مهم تاخد اول عشان تلاعب تامن، انما من تاني لسابع كله شبه بعضه، فالذكي لو انا عندي افريقيا المفروض اللي انا ادور حتى لو لا قدر الله اخسر، لان انا عايز في الاخر التارجت زي المرتبط، انا كنت عايز اروح الحته الفلانيه ورحت فحصل فيها توفيق، فلازم تخطط لدي الموضوع، مش دايما عايز تكسب عشان ترضي الناس. كانت مباراة مهمة جدا مباراة سموحة والفوز عليهم 76-70، ليه؟ عشان احنا داخلين على دوري ابطال افريقيا وهو الاهم بالنسبة للنادي الاهلي في المرحلة دي او فريق كرة السلة، ليه؟ لان الماتش اللي جاي رايح جاي. اللعيب ياخد الثقة ان هو يكسب الفرقة النهاردة ويبقى رايح ليدنج عليها نفسيا، دي حاجة مهمة جدا. ده اللي حصل مع فريق الاهلي لكرة السلة اللي احنا كلنا هنقف معاه
وراه عشان يحقق ان شاء الله المراد بالوصول الى نهائي دوري ابطال افريقيا. بعد مباراه نادي طلائع الجيش الاهلي بيتبقى ليه 4 مباريات في دوري السوبر قبل ما يعني يروح للمرحله اللي بعديها، ان الاول يلعب تامن والثاني يلعب السابع وهكذا في دوري او بيست اوف 3 لغايه ما يوصلوا اللي يكسب وياخدوا 4 فرق يوصلوا للدور النهائي باذن الله. نتمنى النادي الاهلي ماشي ما شاء الله، رجاله كره السله ماشيين مركزين هم ومدير الفني القدير كابتن طارق خيري، عايزين في المرحله اللي جايه كمان اللعيبه تزيد من الحماس وروحها عشان محتاجين كل البطولات اللي جايه باذن الله لكره السله. هنسيب رجال كره السله وهنروح للشباب والناشئين نشوفهم عملوا ايه الاسبوع ده في كره السله. كره السله بطوله الجمهوريه تحت 18 سنه الاهلي بيفوز على مركز شباب السادات 63-17. في الناشئين تحت 16 سنه بطوله الجمهوريه الاهلي يفوز على مركز شباب بنها 56-26. في بطوله الجمهوريه ايضا تحت 16 سنه الاهلي 67 كفر الزيات 46، والمباراه الاخيره الاهلي وابو كبير الاهلي بيفوز 67-56. بكده نكون خلصنا كرة السلة رجال وشباب وناشئين، نروح لكرة السلة سيدات. لعبوا مباراتين الأسبوع ده برضو في دوري السوبر، دوري السوبر دوري قوي بالفوز على الجزيرة وسموحة. تعالوا نشوف النتائج قالت إيه الأسبوع ده لكرة السلة سيدات. في دوري السوبر الأهلي بيفوز على الجزيرة 69-57 وبيفوز على نادي سموحة، كانت مباراة قوية جدا بين الأهلي وسموحة 96-89. نشوف جدول الترتيب، الأهلي يعتلي قمة الترتيب، نشوفه قال إيه الأسبوع ده. ترتيب الدوري كرة السلة سيدات، الأهلي في المركز الأول لعب 13 مباراة فاز 12 وخسر مباراة وله 686 نقطة وعليه 554 نقطة برصيد نقاط 25. بيجي سبورتنج في المركز الثاني برصيد 24، وبيجي سموحة في المركز الثالث برصيد 23، وبيجي هليوبلس المركز الرابع برصيد 20، الجزيرة الخامس برصيد 17 نقطة، ومصر التأمين السادس برصيد 16 نقطة، والصيد السابع برصيد 16 نقطة، ونادي الشمس المركز الثامن برصيد 15 نقطة. بكده عرفنا ما شاء الله سيدات كرة السلة معطلين الترتيب. خلينا نخرج لتقرير مع مباراة الأهلي وسموحة، معانا في تقرير كابتن إيهاب الألفي وسرايا محمد وهبة عبد الرحمن. جيم كبير وجيم الحمد لله ان الحاجه الايجابيه الوحيده اللي فيه ان احنا مش متوفقين ومش في حالتنا والحمد لله برضو كسبنا، هي دي الحاجه الوحيده اللي يعني الايجابيه في الجيم، لكن الحمد لله ان شاء الله نستعد بقى للسبورتنج ان شاء الله اخر جيم. احنا كنا قبل الجيم ده كنا احنا الاول ب 22 نقطه ورانا سبورتنج وسموحه 22، الحمد لله دلوقتي احنا خلاص بقينا 24 نقطة، احنا لسه الأول، سبورتنج بيلعب الناحية التانية ما أعرفش عملوا إيه، لو كسب يبقى برضه فارق لسه النقطة، هنروح هناك نلعب إن شاء الله نكسب ناخد أول قدر الله في حاجة، هنتساوى ونشوف السكور أفريج، مش هيفرق معانا يعني أو احنا بنروح عشان نكسب، ما ببصش للسكور صراحة في أي جيم، ممكن هو مش عايز اقول مش فارق يعني احنا اول الدوري، لكن احنا متعود معاهم ان احنا بنروح عشان نكسب، ان شاء الله يبقى التحضير احسن ان شاء الله للماتش اللي جاي. الاهم بالنسبه لنا هو الكاس، عندنا 5-3 ان شاء الله سيمي فاينل، ده اللي ان شاء الله بنحضر له من دلوقتي، ما عندناش مشكله خالص في الحكام. جيم اعتقد ان هو جيم فيه باسكت بول، سموحه لعب باسكت واحنا لعبنا في الثالث والرابع مستوانا الطبيعي، فالحمد لله اعتقد الحكام ما كانش لهم اي تاثير على النتيجه يعني بحييهم. الحمد لله احنا انا متوقعه كده كده ان شاء الله ان احنا هنكسب كل الفرق، وان شاء الله احنا واعدين الجمهور ان احنا هناخد 4 بطولات فاحنا هناخدهم باذن الله. احنا بس مجهدين عشان الفتره دي الماتشات كلها ورا بعض وهم زنقونا في الدوري والكاس كله ورا بعض، فطبيعي ان احنا نكون تعبانين،
بس الحمد لله كنا متوقعين ان احنا كده كده نكسب. احنا دايما عندنا يقين ان احنا نكسب في اي وقت باذن الله. دايما كابتن ايهاب بيقول لنا ان احنا نعمل ديفنس ونمسك كل الناس ويعني ما نديش فرصه لحد انه يهال علينا، عشان باذن الله ندي رساله لكل الناس ان احنا مش هنفرط في اي بطوله ولا هنفرط في اي ماتش. الحمد لله، الف مبروك لفرقتي والف مبروك للكابتن. احنا كنا من اول دقيقه عارفين ان سموحه وسبورتنج دول هم اجمد فرقتين في الدوري، فاحنا نازلين احنا عايزين نكسب ماتش النهارده، خصوصا ان هم لسه كسبانين سبورتنج الماتش اللي فات، فلازم ان احنا نبقى اول حد في البطوله عشان نلعب الثامن. بيسهل لنا حاجه كتير الماتشات دي، طبعا مش فارقه في حاجه، بس تفرق في الترتيب الماتشات ان احنا نقابل الثامن، فده بالنسبه لنا كان احسن ان احنا نكسب سموحه في سبورتنج ان شاء الله، فنبقى الاول نقابل الثامن نخش الاربعه الكبار على طول. كابتن ايهاب كان قايل لنا ان احنا لازم من الاول ان احنا نبقى عاملين جود ديفنس. انا طبعا طلعت 5 فاول كملوا هم بعديها، طبعا كانوا رجاله ويعني بحب اشكرهم على ادائهم اللي هم كانوا رجاله لاخر ثانيه. لعبنا الاكسترا تايم هو 5 دقائق بس اللي عملنا جود ديفنس، قطعنا منهم الكره كذا مره خصوصا عن محترفه، قفلنا عليها وجرينا خلصنا الماتش. فاضل لنا سبورتنج الراجع، هنلعبهم يوم الجمعه ان شاء الله عندهم في سبورتنج، ان شاء الله نكسب سبورتنج نبقى اول الدوري، نلعب الثامن، الكسبان يطلع الاربعه الكبار ان شاء الله. احنا دلوقتي ان شاء الله نخلص ماتش يوم الجمعه، هنخش يوم 5/3 عندنا سيمي فاينل الكاس مع هليوبلس ان شاء الله. لو كسبنا يوم 8/3 هنلعب الكسبان ما بين سبورتنج وسموحه. طبعا انا بالنسبه لي يعني سبورتنج وسموحه الاثنين جامدين جدا، احنا ان شاء الله نعدي بس هليوبلس وان شاء الله يعني نخلص الفاينل ان شاء الله. اهم حاجه دلوقتي بس الكاس، احنا عيننا على الكاس. زي ما احنا شايفين قدامنا كابتن ايهاب الالفي وسيدات كره السله في النادي الاهلي بيتكلموا ان هم ما كانوش في حالتهم او ما كانوش موفقين، لكن الحمد لله احنا عدينا المرحله. لكن هم بيركزوا جامد جدا على مباريات الكاس، وهي مباراه مع نادي هليوبلس يوم 5/3 في صاله الشرقيه للدخان. الكسبان يلعب على طول الفاينل مع سبورتنج او سموحه، هو ده عينيهم عليه. نتمنى لهم التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه، لان دوري السوبر بالنسبه لهم كان ترتيب عام، فالاول يلعب ثامن برده زي الرجال بالظبط. فاهم حاجه في 5/3 ان شاء الله في صاله الشرقيه الدخان ماتش هليوبلس، ماتش مهم جدا، وان شاء الله يوم 8/3 نبارك لهم على باذن الله على كاس مصر.